السلام عليكم، تحياتي للجميع. اليوم رح تكون أول حلقة معنا من برنامج رح سميه بصراحة. رح نحاول نحكي بصراحة مع كل الأبطال، رح حاول استضيف فيه كل الأبطال والعرب، نستفاد منهم، نسمع يعني نستفاد من خبرتهم باللعبة، نستفاد من آرائهم، ونعرفكم عليهم عن قريب وعن أي شيء بحبوه حابين أنتوا تعرفوه عنه. الحلقة الأولى راح تكون مع حدا يعني بغض النظر هو قريب وأخي وحبيبي، هو بطل مكسر الدنيا حاليا، بطل خاربها من الآخر، عامل بطولتين محترفين ورا بعض، العالم قالت له أنت تأهلت خلاص روح على البيت ريح، لعب البطولة الثانية كسر الدنيا، جاب أول، حدا بينحكى عنه شافته بكل الفئات بأي بطولة بيشارك فيها، هو البطل ميشيل دعبول. بيشو شريف. كابتن ميشيل، نورت يا بطل، نورت يا بطل، ومبروك مرة تانية. بطل اليوم حضر لك كتير أسئلة، كتير أسئلة ما شاء الله. لما نزلت انه راح اعمل حلقة معك بطل حدا ما سأل. بس حابب اول شيء نحن نعرف اللي ما بيعرف كابتن ميشيل، اول شيء ايمت بلش رياضة بشكل عام، ايمت اول مرة نزلت على الجيم واي جيم؟ هلا انا بديت تدريب تقريبا بال 2008. اول شيء كنت زلمة سمين معلم. كان بس هدفي انه نزل وزن. شو كان وزنك اول شيء؟ بحدود ال 100 كيلو، بس كنت يعني لسه عمري 16 17 سنه. ال 100 كيلو معلم بواحد بكون طبطوب كربوش يعني طبوش يعني. ما فيناك تقول سمين، بس طبوش معلم، طبوش يعني في جلد مرخي يعني ما بحس ما حس حسيت بدي انزل وزني. كان هدفي انه بس. شو اللي خلاك تروح على الجيم اول شيء؟ يعني حدا تعليق سيء، حدا حكى شيء، ولا انت وقفت على المرايه شفت انه لا هذا مو منظر بعدين روح على الجيم؟ مثل كل الشباب نحن اول شيء هدفنا انه مثلا يكون عندنا معده معلم، نروح على الشط يعني هيك يعني بنات. خلص اوكي بنات اوكي. يعني مثل كل الشباب، شباب البلد معلم، كلها عمري 17 سنه. اي جيم رحت على اول شيء؟ اول جيم كان اسمه نادي قاسيون، هذا مساكن المرزه بس وقت الصناعه يعني، وما له النادي الكبير بس نادي غالي على قلبي يعني، كانت بدايتي هيك بدايه. يعني اول مدرب كان يعني فيك تقول اعطاك نصيحه او حطك على السكه الصح، فينا نقول من عندكم من لاد من جبلي او من لاد ما بتذكر. انا من طرطوس. طرطوس بالساحل معلم. اوكي. بقى كان اسمه ناصر، كنت شوفه معلم مثل هالك، كنت شوفه زلمة مثل هالك، ما بعرف كيف شكله هلا كيف، بس انا كنت اتخيله معلم لما نزلت على النادي شفته. اوه واو. هلا اكيد هو كثير فخور فيك، اكيد لما يشوف صورك هلا راح يكون وانا اللي حضرته، انا اللي عملته، انا اللي طلعته. والله بتمنى اسمع اخبار عنه، يعني صار لي زمان ما حكيت معه، ما بعرف اخبار عنه من وقت ما تركت الشام بال 2012، ما عندي اخبار عنه بنوب. 2011 انت تركت الشام ب 2011؟ ب 2011 او 2012 والله ما اتذكر. لوين رحت بعدها؟ رحت اول شيء على مصر، طلعت على مصر قعدت 3 شهور. تمام. بعدين رجعت على سوريا قعدت شهرين، بعدين طلعت على الصين، عشت بالصين سنتين. في عالم ما بتعرف هذا الشيء. هاي انا ما بعرف. عشت بالصين سنتين؟ عشت بالصين سنتين. يعني هلا نحن صرنا تقريبا 2014. 2004 من 2012 ل 2014 بالصين. انا عايش بالصين، كنت اول شيء عم بحاول كمل تمرين. انا اللي ما بيعرف انا درست هندسة معلوماتية 4 سنين. حلو. كنت يعني وقتها بعد 4 سنين صارت الاحداث بسوريا، وكنت عم بدرس بالجامعة الاوروبية على طريق درعا. بقى على طريق درعا بتعرف اول بداية الاحداث كانت كتير الوضع تعبان، بقى سكرت الجامعة لمدة 6 شهور. بقى ما عاد عرفت شو ساوي، ما عاد عرفنا تفتح الجامعة بتضل مسكرة الجامعة. وبيني وبينك انا ما كنت بحب المعلوماتيه يعني. هي كانت اكثر رغبه الاهل انه بدي ابني يصير مهندس. كيف يعني شو ولد عمره 17 سنه، كنت شاب صغير يعني ما لي عرفان شو بدي انا. اوكي كنت بحب الكمبيوتر بهداك الوقت، بس ما كنت بظن حالي اكون مهندس معلوماتيه يعني، ما حسيت حالي فيها. انا درست 4 سنين وكنت شاطر فيها يعني، بس بنفس الوقت ما حسيت انه هالرغبه الكبيره انه انا بدي اصير مهندس معلوماتيه. بقى بس صارت الاحداث، طلعت على مصر اول شيء بحاول ادور على جامعه، ما حسيت انه هداك مكان بدي اعيش فيه يعني، ما ارتحت كثير، خاصه نص بعيد عن اهلي، وكنت لسه يعني ما عمري 21 سنه، ما كنت عارفان شو بدي. عرفت كيف؟ بقى في كان لي رفيق بالصين قال لي فينك تجرب تجي على الصين يعني وتشوفها هنيك ممكن تمشي معك.
معلم حجزنا تكت على الصين وطلعنا على الصين. اول شيء وصلت على بكين، لا بعرف احكي انجليزي ولا بعرف احكي صيني ولا معلم طلعت المطار وين بدي اروح. انا رفيقي اول شيء هو ساكن بشنغهاي وانا رحت على بكين، رحت على بكين لسبب انه قال لي بدك تتعلم اللغه الصيني بدك تعيش لحالك، اذا بتجي لعندي رح تعتمد علي. هو متعلم صيني كان يعني، بقى لي بدك تتعلم لغه صينيه لازم تعيش لحالك. بقى طلعت على بكين ما بعرف حدا، ما بعرف وين انا، ما بعرف شيء، ما بعرف احكي انجليزي، وين بدي اروح؟ بقى هو قال لي اسم جامعه، قال لي روح جرب تسجل بالجامعه هي معلم. رحت معلم ما عاد عرفت شو اعمل. اخر شيء صرت اسال العالم المطار ان شاء الله بس حطوا لي تليفون بدي احكي له فون كول بس انا بدي احكي ما عرفي لي شو اعمل وين روح. ما انا ضعت يعني. اول مره كانت يعني المكان اللي رايحين اللي مسافر عليهم بحياتي هنا لبنان ومصر، يعني ما شايف التكنولوجيا. بقى طلعت على بكين دقيت لرفيقي بشكل من الاشكال ما بتذكر كيف، بس استصعبت الوضع كتير يعني. دقيت له عم قال لي اعطيني الشاب اللي قدامك، حكى واحد صيني قال له بس ان شاء الله ركبه مترو وصله لهون، يعني بس قال له وين يروح. ايه الشعب الصيني كتير مساعد يعني ودلوني. السؤال بطل، انت هونيك ضليت عم تتمرن ولا موضوع السفر والجامعه وهيك بعدك عن التمرين؟ ابدا ما كنت عم بتمرن. كان يعني الالم من 17 ل 21 عم بتمرن يعني، بس ما مو بهالسيريس يعني. هدفي انه بس طلع معده يعني، انه هذا الشاب العضلجي بالجامعه يعني، بس انه ما هدفي لا بطولات، ما كنت بفكر بهيك شيء ابدا ابدا. تمام يعني كان هدفي كله بس اني اخسر شويه دهون وشوف معدتي، اخسر شويه دهون وشوف معدتي بس مو اكثر. خلصنا هيك. الصين وبعدين خلصنا الصين رجعت على سوريا، قعدت تقريبا بال 2014 لا ما نزلت على سوريا، والله نزلت على سوريا والله بدي اذكرت بلا بال 2014 نزلت على سوريا يمكن شيء اسبوعين. شفت الوضع كان كتير كتير تعبان وقتها بال 2014 يعني، كان الوضع ما بينعاش ابدا. كان وقت نزلت لهنيك معلم بس اسمع صوت ضج وضرب وصواريخ، وكان الوضع للاسف كتير تعبان. بعدين شو كان قرارك؟ كان قراري انه صار وقت اطلع على اوروبا معلم. حلو، وقت اطلع على اوروبا. طلعت مثل كل هالشباب تهريب معلم. اول خطوه كانت هاي الستيبل اللي ما كتير عالم تعرفها، فانا حب اعرفها بالتفصيل منك معلم. هاي كانت نقطه تغيير حياتي، من شاب ما له عرفان من الله حاطه لشاب تعب عن جد بحياته. انا ضل طريقي مو مثل الشباب في عالم مثلا وصلت فتره قصيره، انا اكل طريقي معي 6 شهور لوصلت للبلد اللي بدي اياهم معلم. اول شيء طلعت على تركيا، في طلعنا بقت على نسيت اسم البلده اللي بتطلع من تركيا على ازمير او بودروم. ازمير طلعت على ازمير معلم. حاولنا 3-4 محاولات، كل مره يلقطونا الشرطه مره يصير هيك. المحاوله الثالثه غرقنا معلم، احنا ماشيين بالبلم معلم نص البحر غرقنا. قلب فينا البلم معلم، حطيت شي 100 واحد والبلم بيسع 20 فوق بعض العالم فوق بعض. غرقنا رجعنا الحمد لله ما كنا كتير مغمقين بنص البحر يعني، رجعنا سباحه ومشينا لها شي 4 ساعات لحتى عرفنا وين الباصات. بس لقينا الباصات ركبنا الباص ورجعنا على ازمير، انه بعيده شوي تقريبا كانت 20 كيلو المنطقه اللي بدهم يطلعون عليها. رجعنا على ازمير، كان في معي 3-4 شباب من سوريا بعرفهم من ايام سوريا يعني من منطقتي. شباب شو بدكم تعملوا؟ هذا اللي صار بده يحاول مره تانية، وهذا اللي صار ما بده. وانا معلم رفت للقصة، قلت لهم انا طالع راجع على اسطنبول ومن اسطنبول اطلع بر على اليونان. قلت لهم شلون اطلع بر؟ خلاص بدي اطلع بر معلم، انا ما فيني اطلع هيك اقعد اغرق بنص البحر اتركوني. رجعت على اسطنبول، من اسطنبول معلم هنيك تواصلت مع مهرب وطلعني في نهر صغير كان بيقطع بين اسطنبول واليونان. ركبونا بالبلم، مو ما في يمكن يعني بتشوفها بالطرف الثاني ما في يمكن شيء 100 متر بالنهر هو عرضه. ركبونا بلم بس نقلونا هديك المنطقة واخدوا هديك الحسفة بس على هالمية متر معلم. هلأ معناتها أنت كانت سفرتك مع صلجي على الأخير. صلجي على الأخير تمام. أنت وصلت آخر شيء لندن؟ وصلت لندن تمام. أول خطوة
هلا هون احنا صرنا قديش 2014 بعدنا 2014 نحن لا 2014 15 شهر 2 2015 شهر 2 هسه لهلا انت مانك متدرب بشكل جدي هلا انا كنت عم بتدرب بس بال 2014 شهر 6 شهر 7 ل 2015 شهر 2 عايش بالتهريب ما في مين بدا يتمرن بالتهريب انت بلشت تمرين مع رجعت على التمرين لما صرت بلندن ولا الاول اللي وصلت فيه على بريطانيا فورا رجعت على النادي تمام نحن هون بال مفيد وهون الكل عم يسال عنه انت بلشت تمرين اي ما شاركت اول بطوله بال2015 شهر 2 بلشت تمرين ضليت اتمرن هيك لشهر 9 9 لشهر 9 وهون بلشت تلاقي نتيجه كتير حلوه هون كل الفتره هي حياتي كلها يعني مو دائر شيء اسمه هرمون طبيعي 100% تمام سؤال بس بطل هون شو كان مصدر دخلك هذا احد الاسئله اللي اجت يعني معلم مصدر دخلي مثل كل هالشباب اللي بيطلعوا للبلد هيك تشتغل اي شيء انا اشتغلت بهذيك الفتره صبي بيتزا معلم صبي بيتزا العالم بتفكر انه هو ميشيل دابول معلم انا العالم فكر انك انت جاي معك سبونسر ايه انه خلص ودان معه سبونسر معلم والله العظيم يا وسيم معلم وصل البيتزا وانا عامل دايت مثلا بحضر البطوله انا هون كنت لسه يعني بدايه الريحة يعني يوصل البيتزا وانت ماسك دايت وعم تشتغل بقلب مطعم كله معلم بطاطا مقليه وبيتزا وانت بدك تطبخ الدجاج تبعك وتاخده معك يعني الوضع كان مأساوي بس اللي بده يطلع حق اكله وحق مصروفه بالتحضير بده يشتغل اي شيء عرفت كيف بقى هاي الفتره كنت عم اشتغل واتعب على حالي وكنت مثل ما قلت لك بحضر طبيعي شاركت باول بطوله على ما اتذكر بشهر 10 يمكن 2015 بطولة شو هاي بطولة صغيرة بقلب بريطانيا لا فيها كروت احتراف ولا فيها شيء يعني تجربت وقتها شاركت فيزيك صحيح مينس فيزيك شاركت مينس فيزيك ما طلع لي مركز يمكن الاخير ما بعرف بس ما لي من الخمسة الاوائل هذا الحكي كثير مهم لانه في عالم من اول بطولة بتشارك ما بتجيب مركز وبتبطل اللعبة وبتسب على الدنيا وشو هالطريق فبس هذاك حكي كثير انا بحب انه العالم تسمعه انه انت مو ضروري من اول مره تفوت تجيب اول حسب بقى انت انا بعرفك حدا كثير عنيد كثير عنيد وكثير عندك اراده كمل اللي بعدين شو صار اي بال 2015 مثل ما قلت لك شاركت باول بطوله ما اخذت مركز رجعت اخذت اوف سيزن وضليت طبيعي رجعت انا كنت مصمم انه مستحيل اخذ هرمون مستحيل ميشيل دعبول ياخذ هرمون انا هيك كنت مصمم وكنت اكره العالم والعالم فكرني اني باخذ هرمون كنت وصلت لمرحله يعني بالطبيعي الحمد لله منيحه بس انه خلص كنت ضد هالفكره وانه انا بدي اهتم بصحتي وبنفس الوقت انا بس بدي جسم شاطئي وانا بحب المينس فيزيك وانا عم بشوف حالي عم بتطور لسه بقى ما كان فكره الهرمون وارده عندي رجعت شاركت بال 2016 بشهر 4 يمكن كمان ما اخذت مركز اللي معك كانوا عم ياخذوا اكيد المشاركين كانوا اكبر مني بكثير اكيد يعني هي البطوله ما فيها بكي بطوله اجسام طبيعيه او شيء او هيك رجعت بال2017 كمان شاركت كمان لساتني طبيعي شاركت بشهر 3 2017 اخذت مركز ثاني هي كانت اول مره باخذ مركز فيها بحياتي هاي بطوله شو هاي كمان بطولة صغيرة يعني بطولات بلندن لا فيها كروت احتراف ولا فيها جوائز ولا فيها شيء يعني عفوت لأني حبيت اللعبة بلشت اتعلق فيها بلشت شوف التحسن كل البطولة عن بطولة عم بتحسن عليها بعدين بشهر 4 بأبريل شهر 4 شاركت بطولة طبيعي بس عالم طبيعية وكانت بتأهل على أرنولد كلاسيك بأوروبا بهي البطولة كانت يعني أكبر بطولة فوت عليها تقريباً كانت بتأهل على أرنولد كلاسيك بأوروبا للهواة وهنيك في كرت احتراف هاي كانت أول مرة بشارك بطولة كبيرة بتأهل على بطولة بتفوت كرت احتراف يعني مو مثل البطولات البقية اللي كنت مشارك فيها بطولات صغيرة يعني مدن صغيرة بقى شاركت بهي البطولة عم أخذت مركز ثالث أخذت مركز ثالث خسرت من اثنين طبيعيين واحسن مني كانوا احسن مني يعني انا كنت مقتنع اني انا بستاهل مركز ثالث بهذيك البطوله بس بعد هاي البطوله بنهار مو بعدها بنهار بنفس النهار قررت انه انا خلاص طق العرق معي ما عاد بدي طبيعي هذا الحكي كان 17 ابريل 2017 هون نقطة التحول هون كانت نقطة التحول تبعي تمام. وأنا بهديك الفترة ما كان حدا يصدق ما كان حدا يصدق إنه أنا طبيعي أنا كنت واصل لمرحلة جيدة كتير جيدة يعني أحسن من العالم تأخذ هرمون
بس لما خسرت مع عالم طبيعيه ويعني وكانوا احسن مني، ما كنت بعرف اذا بياخذوا هرمون ولا لا او غاشين، بس يعني على ما اظن كانوا طبيعيين بس كانوا كتير مناح. بقى انا قررت بعد هاي البطوله انه خلاص انا لازم غير، ولاني تاهلت انه الثلاثه الاوائل بتاهلوا على ارنولد كلاسيك اوروبا، بقى انا جاني تاهل. بس ارنولد كلاسيك اوروبا ما فيها فحص دم انه انت بتاخذ ولا ما بتاخذ، قلت خلاص انا لازم غير شكلي كليا. هون كنت اول مره باخذ فيها هرمون بنهار اللي بعد البطوله فورا، نهار اللي بعد البطوله فورا العالم تسالني شو اول كورس اخذته، ديبول معلم، ديبول حب ديانا بول. هذا كانت اول كورس باخذه لمده 4 اسابيع. ما حدا جرب بس. شباب ما حدا جرب ياخذ هيك. هذا ما بنصح حدا ياخذ ديانا بول. لسه ما كان ميشيل هون، لسه ما كانت معلومات نظاميه. باخذ بس حب ديانا بول واي من فكري الخاص، يعني فتح على جوجل شو. انا من النوع اللي بيقرا كثير وسيم، يعني اذا انا بدي اعمل شيء بعمل مليون ريسيرش، بعمل ابحاثي كلياتها، شو لازم اعمل شو لازم ساوي، بسال مليون زلمه. كنت غليظ بالاسئله، يعني اذا بتكون انت مثلا بديك الفتره مدربي لتكراني بسال مليون سؤال كتير سئيل. بس معلم اللي ما بيسال ما بيتعلم. صحيح. بقى كنت اسال كتير واعمل ابحاث كتير، وكانت انجليزيتي كتير متطوره بهديك الفتره. بقى كنت اقرا بالانجليزي واتعلم وشوف هذا شو بيحكي واسال هذا وفوت لهون واسال العالم اللي معي بالنادي شو بياخذوا وشو بيساووا. بقى مثل ما قلت لك اخذت اول كورس كان ديانا بول لمده 4 اسابيع، تحسنت بس ما حسيت التحسن اللي بدي اياه. هون اي هون بقى هون النرجسي بقى هون بلش الواحد. ما راح اقول شو الكورسات اللي اخذتها ببدايتي، فت بكورس مرتب وكملت تحضير على ارنولد كلاسيك اللي كان صفيان ل 12 اسبوع، ووصلنا جاهزين على ارنولد كلاسيك. حطيت يمكن شيء 9 كيلو عضل، يعني كان انا بالطبيعي كنت عم بشارك يمكن ب 76، قام فتت باول بارنولد كلاسيك على 84 كيلو. كمان ما طلع لي مركز، قلت هي لا بقولي اخذنا هرمون حطينا 8 كيلو واخر شيء يطلع لي مركز معلم. هون ضعت ما عرفت شو بدي اساوي، يعني انا اخذته وتحسنت كثير وما هيك، بس العالم كانت احسن مني بكثير، وصلى عم تاخذ يعني فترات طويله ومعرفتها باللعبه اكثر مني بكثير. معلم خلصت البطوله ارنولد كلاسيك وبلشت انا اقرا واتعلم وفوت واعمل ابحاث، يعني صرت من نوع بس اللي عم يتعلم وبدي يعرف كل شيء عن الهرمون، بدي يعرف كل شيء عن الاكل، بدي يعرف كل شيء عن التمرين. فتت بجامعة درست نوتريشن التغذية، وفتت بجامعة درست تدريب، يعني صرت بس بدي اتعلم، صار هدفي التعلم لابني جسم يصير منافس بالبطولات. تقريبا ضليت شي 9 شهور ما بشارك هون. رجعت بال 2018 بشهر 6 رجعت شاركت ببطولة. هون كانت الفترة اللي قررت فيها بعد البطولة انا ارنولد كلاسيك اوروبا نزلت لعندك وشفتك صحيح، اول مره بشوفك بلبنان. صحيح كانت، وكان كان اول كورس باخده انا كنت شايفك، كان هذا اول كورس باخده. وانت وقت لما شفتني قلت لي والله ايديك اكبر من لي، بس انا كنت لسه هون عم بكبر لانه كنت لسه يعني خلصت البطوله طلعت عم باخذ. عجبينك الشغل يلا يعني كان في عدم معرفه، ما كان في عندي مدرب، كله الشغل من راسي. ايمت بلشت اول مره مع مدرب؟ اول مره هلا ما فينك تقول مدرب 100% لانه اشتغلت مع، خلينا نقول مع مدرب محترف. مع مدرب محترف كريس اسيتو بال 2019. حضرت معه اي بطوله؟ على بطوله لندن في الكروت احتراف. انت لعبت وقتها كلاسيك فيزيك؟ ايه هلا بال 2018 كمل لك. بال 2018 شاركت ببطوله لعبت مينس فيزيك وكلاسيك فيزيك الاثنين مع بعض، اخذت بالمنس فيزيك مركز 5 وبالكلاسيك فيزيك اخذت مركز 3. حلو. بقلت انا اذا عم بجيب مركز بالكلاسيك احسن من مركز المنس فيزيك، معناته انا مكاني بالكلاسيك فيزيك مو بالمنس فيزيك. رجعت هون اخذت اوف سيزن، اول شيء نظفت، قريت اونلاين انه لازم تنظف. نظفت اول مره الحمد لله. سؤال ولو بعد شوي عن الموضوع، انت اذا يعني هذا حاليا كثير في الموضوع اخذ جدل بين الكورسات،
في عالم كتير بتاعهم مثلا نحن بنحكي مع لاعبين عم يشاركوا دائما في لعالم بتقول لا انا لازم اعمل بي سي تي بين بطولة تانية، وفي عالم بتقول انا ليش لحتى خلي الغدي ترجع تشتغل اذا انا اوريدي بعدين رح ارجع اخذ ورح ارجع انزلها. ففي عالم تاخذ تي ار تي بترجع بتفوت كورس تاني بس هتتزل كل معدلاته وتعمل تحليل وتطلع كله تمام. طيب رح احكي انا رايي لميشيل بهذا الموضوع، رح احكي مو رايي كصحيا، رح احكي انا شو بعمل. اوكي رح احكي رايي كشخص صحيا شو لازم تعمل ورح احكي انا شو بعمل. انا شخص محترف بقى فترة التنظيف البي سي تي كاملا رح ترجعني لورا تمام، مع هيك بعملها بس مرة بالسنة. انا لما خلصت اولمبيا بي سي تي كامل 8 اسابيع ولا شيء، 8 اسابيع نظفت بشكل كامل، البروتين خففته ولا اخذت شيء ولا اي شيء لمدة 8 اسابيع وقت رجعت بلشت. بس انا ميشيل دابول مثلا بعمل هذا البي سي تي مرة بالسنة لمدة 8 اسابيع، بين الكورسات بعمل جسر مثل ما انت قلت تي ار تي بس تستوستيرون لحاله بنسبة قليلة كتير كتير، يعني 1 مل بالاسبوع تستوستيرون ان فيت. ايش تحضير مع كريس اسيتو؟ شو كان تحضير؟ اول شيء ما فورا بلشت مع كريس اسيتو، بلشت تحضير لحالي اول شيء 2019 بلشت تحضير لحالي. كان صفيان للبطولة يمكن 3 اسابيع ضعت بقرا اونلاين شو لازم. شو كانت تساوي. هاي يعني هاي كانت بطولة لندن للكلاسيك فيزيك، ضعت ما عاد عرفت شو ساوي وحسيت انه في نقص وما بدي خبص باخر اسبوعين واخرب اللي عملته. هون تواصلت مع كريس اسيتو قلت له انا بطولتي صفيانة 3 اسابيع وانا ما لي عرفان شو اعمل وانا ضايع وبدي حدا يساعدني بالبيك ويك تبعي، خلص نص اخر اسبوع ما بدي خبص فيه وانزعل اللي اشتغلته. هون بلشت اشتغل مع كريس اسيتو، حضرنا لهي البطوله مع بعض، اخذت بهي البطوله مركز ثاني، كانت بشهر 4 بالكلاسيك فيزيك. كنت مبسوط بنتيجه مركز ثاني بعيد عن كره الاحتراف نكشه، يعني لو فايز كنت طلعت على الاوفر اول، بالاوفر اول في كره احتراف بحسيت حالي قربت. هون صار في عندي هدف انه خلاص بدي اربح كره الاحتراف، وانا من نوع التنيح معلم بعرف. بال 2019 شاركت 7 بطولات ورا بعض، شلون اخذت فيهم تقريبا مركز ثاني. بقى هي بعد هاي البطوله شاركت بطوله بعدها باسبوعين ما عاد اتذكر باي بلد، باول شيء يمكن رحت على اسبانيا اخذت مركز ثاني كمان. كله هذا مع كريس اسيتو اخذت مركز ثاني، رجعت شاركت بالبرتغال كمان اخذت مركز ثاني، رجعت شاركت بالدنمارك اخذت مركز ثاني، رجع كمان كان في بطوله. هذا الشغل من شهر 4 فرت سحبه، بين البطوله والبطوله يمكن في شيء اسبوعين وثلاثه، من ورا من بطوله لبطوله من بلد لبلد. رجعت اخر شيء كان في بطوله ببريطانيا شاركت كمان بالكلاسيك اخذت مركز ثاني، اخذت شاركت بالبادي بيلدينج اخذت مركز ثاني نفس البطوله، شاركت بالبادي بيلدينج وشاركت بالكلاسيك اخذت مركز ثاني. لا ما هون رح يطق راسي معلم، ما في غير اخذ مركز ثاني. رجعت سافرت على اسبانيا مره ثانيه مركز ثاني. اخر شيء هون قلت خلص هي اخر بطوله، اذا خسرت ما حد بدي شارك. شاركت بايطاليا اخذت مركز اول وربحت كره الاحتراف. هذا الحكي كان بشهر 9 بقى، كانت نقطه تغير بحياتي هون. خلص قلت انا هون بدي اعطيها للعبه كل شيء. اخذت كره الاحتراف بعد تعب 7 بطولات ورا بعض، 7 مركز ثاني، بالبطوله الثامنه اخذت المركز الاول وربحت كره الاحتراف. هون اخذت اوف سيزن واجت كورونا يا معلم، اجت كورونا. وانا هون يعني بس لذكرك بشغله، انا قبل بطوله الايطالي ربحت فيها كره احتراف تركت كريس اسيتو. يعني صار في وضع المادي كان تعبان شوي، سافرت كتير صرفت كتير مصاري، وانا شغلي مثل ما قلت لك كنت بشتغل بالبيتزا توصيل طلبات بيتزا. بهاي الفتره كنت لسه بشتغل توصيل طلبات بيتزا، العالم تفكر انه كان عنده سبونسر. انا هي بهذيك الفتره 2019 بس عم بصرف مصاري والله اتدين واخذ قروض من البنك بس لشارك بالبطولات، وما في مردود، صفر 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 وسيم، عم بشتغل بس توصيل طلبات البيتزا لطلع مصروفي اكلي
وبروتيناتي والمواد تبعي بس لشارك بالبطولات وحق تكتات الطيران وحق الدهان معلم، هذا كله تكاليف وتيلات، يعني كله تكاليف. انكسر ظهري بهديك السنة 2016، كانت يعني ماديا أسوأ سنة بحياتي، أسوأ سنة، ديون 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 تركب علي بقى. مادس وقتها كريس أسيتو اشتغل، دفعت له أنا لمدة 6 شهور يمكن، بس ما عاد صفي معي مصاري يدفع له كمان بقى. خلصت بشهر 8 معه، ضليت أحضر معه 6 شهور، خلصت بشهر 8 خلص رح كمل لحالي، عمري ما حكرت الاحتراف لحالي. بس سؤال، طب المدرب المحترف يعني إذا أنت ماشي معه 6 شهور ضل لك للبطولة مثلا شهر، ما بيكمل معك إذا ما نقدر فعله؟ لا ما بيكمل معك. بس حبيت اسمع له هيك. ما بيكمل معك لو شو ما عملت، بدك تدفع له مصاري حتى يشتغل معك. بقى ما كان معي مصاري ارجع ادفع له، بقى هون خلاص قلت رح كمل لحالي، يعني صفيان معي شويه مصاري مصمدل حتى تكفيني اروح على ايطاليا. انت هون، انت هون سؤال، انت هون مشيت مثل ما كانت الخطه المعتاده مع كريس ولا انت عملت شيء ثاني لحالك؟ غيرت شوي، انا كنت حاسس انه في شغلات عم بكتر فيها. قطع المي كان كتير اجريسيف، يعني كتير زياده، يقطع لي المي قبل بيومين من البطوله يخففه كتير، يعني حسيت في شغلات ما عم تزبط مع جسمي. يمكن تشتغل مع واحد تاني بس معي انا ما اشتغلت معي، حسيت انه دائما عم بطلع كتير فلات على البطوله، يعني اغلب البطولات اطلع ناشف كتير بس كتير صغير، يعني عم بحس انه هذا مو انا. وهون كان الوزن المسمح لي 89 كيلو بالهواة، يعني ما قلت لك بايطاليا الحمد لله لما شاركت لحالي ربحت كرت الاحتراف. طبعا كريس أسيدو له فضل كتير كبير علي بهذا الشيء، تعلمت منه شغلات كتير، يعني فتح لي مخي على كتير شغلات. الشغل مع كريس أسيدو فادني كتير كتير. هون بعد ما ربحت كرت الاحتراف اخذت اوف سيزن، كمان ضليت شغال لحالي، اشتغلت بال2020 كلياتها لحالي. كان وقتها بلشت كورونا بهديك السنه، ولا بال2021 بلشت كورونا، 2020 بلشت كورونا بهديك السنه. كنت عم بحضر اول شيء على بطوله، عم التغت، رجعت حضرت على بطوله ثانيه، ما اعطوني فيزا على البرتغال، ما اعطوني فيزا لانه جواز اللي كان معي جواز مؤقت، الجواز اللجوء صعب تاخذ فيزا على على كل الدول الاوروبيه. في دول اوروبيه ما بتحتاج فيزا، لانه بريطانيا وقتها كانت على ما اظن طالعه من الاتحاد الاوروبي. بقى استصعبت الموضوع شوي. بقى كان في بطولة محترفين بشهر 9 2020 بلندن، لا بدي سافر ولا بدي روح، عندي معلم بأرضي وبين جمهوري. حضرت على هاي البطولة، كانت أول بطولة محترفين إلي، وكنت ما بعرف وين مكاني، يعني أنا ربحت لسه هلأ من هديك السنة كرت الاحتراف وما لي عرفان أنا شو ممكن أقدم كمحترف بعد ما أنا تعذبت 7 مرات لأخذ كرت الاحتراف، شو رح يكون مكاني أنا كمحترف. شاركت بهاي البطولة بس بوضع كورونا ما كان في عدد المشاركين كبير، كنا 11 محترف بس، بس ما هيك اخذت مركز ثالث. اما انا هون بعد ما اخذت مركز ثالث وكان واحد من اللي مشاركين غالبني بالهواة وربحان عليه كرت الاحتراف، بقى انا رجعت غلبته، هو اخذ خامس انا اخذت ثالث، بقى قلت معناتها انا عم بتطور لاني انا اللي غلبني بكرت وربح عليه كرت الاحتراف غلبته بالمحترفين واخذت مركز ثالث. رجعت هون اخذت اوف سيزن مره ثانيه، لا شاركت، رحت على رومانيا عفوا بعد لندن، كانت رومانيا ما بدها فيزا شهر 11 زماني غلطان، رومانيا شهر 11 صحيح. رحت على بطوله رومانيا، عملت فحص كورونا اذا تتذكر وقتها معلم، عملت فحص كورونا صار عندك زي رحت على رومانيا. نسيت اذكر شغله مهمه قبل بطوله لندن بثلاث اسابيع، مثل ما عملت بالسنه اللي ماضيه لما حكيت كريس أسيتو قبل 3 أسابيع، حكيت باتريك قبل 3 أسابيع من بطولة لندن، حكيت باتريك قلت له أنا هاي أول بطولة محترفين. دائما كل اللاعبين قبل البطولة بتوتروا وبيضيعوا قد ما تكون شاطر، قد ما كنت شاطر. وأنا كنت بهديك الفترة عن جد كتير يعني معلوماتي صارت كتير كتير متطورة، لأني مثل ما قلت لك أنا شخص بيقرأ بشكل مو طبيعي، بقت كتير وتعرفت على كتير عالم محترفين يعني بهديك الفترة، وصار عندي كتير كمية كبيرة من المعلومات. بس ما هيك حسيت حالي ضايع بآخر 3 أسابيع، وخفت أعمل شيء. بتخاف تاخد قرار، يا عيني عليك دائما خايف، بدك عين عليك. حكيت باتريك تور قبل 3 أسابيع بالبطولة مثل ما عملت السنة اللي قبلها. قلت له أنا هيك 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 وأنا عم بحضر وصفيان لبطولة 3 أسابيع،
وتعلمت كتير شغلات مهمة من باتريك تور اللي هلا بشتغل معه. وصل لي من 2020 لل 2023 اللي احنا بنصها، يعني تقريبا 3 سنين ونص مع باتريك تور بدون تغيير. بعد هاي البطولة رحنا شاركنا برومانيا، كانت بعد لندن باسبوعين. رحت لهنيك بعد ما عملت فحص كورونا معلم، حسيت انفي انضرب بحطولك معلم شوكي بفوتوه للص من خارك معلم، حسيت انفي انضرب معلم. رحت على البطولة لسه ما بلشت حماية معلم، شلال دم ونزل من انفي شلال والله يعني العالم تطلع شو عم بيصير معه معلم، امسح حط المحارم معلم تتعبى كله مي مثل شلال نزل معلم، مو انت عم بتحمي وضغط الدم مرتفع عندك وانت متوتر معلم، الدم كله طالع لراسي ويزرب المنخاري دم شلال. حكيت باتريك قال لي عميل اي شيء، حطيت محارم طلعت على الستيج انا عم بارض وحاطط محارم هون بمنخاري وعم يشر الدم لسه لهلا، عندي فيديوهات وعندي صور كيف عم يشر منخاري دم وانا واقف على الستيج. هذا كان ابشع موقف بحياتي، ابشع موقف بحياتي. يعني طلعت على الستيج وانا عم بارض وما عم بحسن، ما حسنت حمي انه لسه ما بلشت حمايه، بلش جير انفي بقى ما عاد عرفت حمي ولا بس امسك منخاري ولوقف الدم. وانا من النوع اللي ما بحب يستسلم، العالم كله يقول لي خلاص لا تشارك والله العظيم يعني لا سمح الله يصير معك شيء، انا من النوع الثاني معنا متيس خلاص بدي شارك. طلعت على الستيج والدم عم يشر من منخاري، حتى المنظم صار يسالني ار يو اوكي انت منيح، قلت له ايه انا منيح وما في غير يجيبوني، وانا على الستيج يجيبوني محارم كله هذا مصور فيديوهات معلم، كله مصور يعطوني محارم يعني يسكروا لي الفي وانا واقف على الستيج عم يقارونا ويعطونا محارم يعطوني محارم. ام هون اخذت مركز عاشر يعني طلعت فيك تقول معرضت طلعت بأسوأ شكل بحياتي، أسوأ شكل بحياتي، أخذت مركز عاشر مع أنه كنت أخذ مركز ثالث قبله بأسبوعين، والعالم اللي غلبته هنيك رجعت غلبتني برومانيا لأنه أكيد صار ظرف غير طبيعي يعني. ظرف صار سيء. أخذت بعد هاي البطولة أوف سيزن، تحسنت كتير كتير، كانت هاي نقطة التحول من بطولة رومانيا للسنة اللي بعدها بال 2021 كانت نقطة التحول، يعني تحسنت بشكل كتير كبير. شاركت بال 2021 بشهر 9 كان بين البطولة والبطولة تقريبا سنة، يعني كنت آخذ أوف سيزن مرتب متحسن كتير. شاركت بشهر 9 بإيطاليا نفس المكان اللي ربحت فيه كرت الاحتراف، شاركت بهي البطولة أخذت مركز تاني مع شخص أنا كنت ربحان عليه كرت الاحتراف. تتذكر لما قلت لك بالمحاولة التامنة ربحت كرت الاحتراف؟ صحيح، ربحت شخص ربحت شخص كرت الاحتراف عليه عم رجع غلبني بهديك البطولة، وكنا أنا وياه بنشتغل مع باتريك سوا. حتى باتريك قال لي يعني أنا انصدمت، هو شخصيا باتريك قال لي أنا انصدمت بالنتيجة، قال لي أنا متوقعك أنت تفوز. بعد بطولة بإيطاليا كان في بطولة أرنولد كلاسيك بريطانيا، أنا قلت طاقة معي حكاية ونطيت من إيطاليا على لندن مرة تانية ورحت شاركت بأرنولد كلاسيك بريطانيا. يعني اجت الشغله لمصلحتي لانه لو ما خسرت بايطاليا يمكن كنت خسرت ببريطانيا، لاني تعلمت شغلات من ايطاليا، صار معي ظروف وصار معي شغلات. حتى باتريك كانت لسه هي ثاني بطوله بيشتغل معه فيها، لسه ما كان عرفان جسمي 100% بقى جرب معي شغلات بايطاليا غيرناها. شو هي هلا انا بعرف شوي منها بس انا حابب اعرف شو هي باللودينج او باللودينج. ما كتر لي كربوهيدرات واستخدم معي مدرات، وانا من النوع اللي بيستخدم لما تستخدم معي مدرات بصغر معلم كش. عم قال لي ببطوله ارنولد ما رح نستخدم مدرات، وكانت اول مره ما بنستخدم مدرات. احنا كنا مشاركين ببطوله لندن اللي اخذت فيها مركز ثالث اخذنا مدرات، وبطوله رومانيا اخذنا مدرات، وبطوله ايطاليا اخذنا مدرات. بطولة إيطاليا قلت له أنا مالي مبسوط بالشكل، أنا كان شكلي قبل بأسبوع أحلى، قلت له أنا كان شكلي قبل بأسبوع أحلى، قلت له أنا حاسس المدرات عم تنزعني وعم تخليني صغير عم تعملني فلات. قال لي خلاص إذا أنت، قال لي أنا وحلاوتك باتريك بيسمع لك يعني بتناقشه بيقول لك أوكي ممكن نجرب هيك ممكن نعمل هيك.
شاركنا ببطولة أرنولد كلاسيك، ما أخذنا مدرات، طلعت واحد من أحلى أشكال أشكالي بال 2021، أخذت مركز أول بهي البطولة. هون تغيرت حياتي، تأهلت لأول مرة مستر أولمبيا، هي كانت البطولة بشهر 10 وبتأهل لبطولة مستر أولمبيا 2022. حلو. يعني أنا معك سنة، شاركت بال 2021 تأهلت على أولمبيا، بس كانت بتأهلني على 2000 السنة اللي بعدها. تأهلت على مستر أولمبيا 2022 وكنت أول سوري بيتأهل على مستر أولمبيا، يعني شيء غير حياتي من الأرض للسماء بعد هاي البطولة. يعني شوف، بعد ما شاركت كذا سنة كمحترف وقربت مني أتأهل على أولمبيا، لحتى ربحت أرنولد كلاسيك يوكي وما عندي سبونسر، وما عندي سبونسر، وحتى بعد أرنولد كلاسيك يوكي ما أجاني سبونسر، يعني إجاني شوية أواعي بلاش، بروتينات بلاش، بس شو بدها تعمل هاي الشغلات؟ يعني لحد هاي الشغلة أنا بشتغل شغلات جانبية بطلع مصروفي جانبيا من غير كمال الأجسام. كمال الأجسام ما كان إلا أي مردود بحياتي، أي مردود بحياتي. شو كنت تشتغل وقتها؟ وقتها صرت أنا أشتغل مع أبي بشغلة الساعات، اشتغلنا أنا وياه بالساعات، وهي الفترة اللي اشتغلت معه فيها بالساعات كتير تحسنت حياتي، غيرت حياتي من الأرض للسماء. أبي الحمد لله وضعه منيح، بس أنا من النوع اللي ما بيحب يطلب من أهله شيء، يعني كنت أنا بدي ابني حياتي بالحالي. وفعلا أنا بال 2019 من أول ما وصلت لبريطانيا وأنا بشتغل لحالي، قلت لك بشتغل بصبي بيتزا لحتى أصرف طلع مصروفي من نفسي، نفسي عزيزة علي، ولا بدي أطلب لا من أهلي ولا بدي خجل حالي. إني مالك الشاب الصغير عمرك 25 سنة تروح تطلب من أهلك مصروف؟ يعني حسيت حالي صغير لما أطلب أعمل هالشغلة، لا أنا بشتغل وببني حياتي لحالي. بهديك الفترة تواصلت مع أبي، قلت له خلينا أنا وياك مثلا نفتح شغل، قلت له تصير تبعت لي ساعات وأنا جرب بيعها ببريطانيا، ممكن هون يكون مثلا السعر أحسن من عنكم. وفعلا هاي الشغلة اشتغلت معي كتير وصرت طلع مصروفها مني، وساعدتني كتير أني ابني حياتي وابني طلع مصروف الهرمون وطلع مصروف الأكل وطلع مصروف المكملات. من هاي الشغلة بطلع على مصروفي، مو من كمال الأجسام. العالم كتير بتسألني أنه أنت مرتاح بكمال، أنا إذا بعتمد على كمال الأجسام بعيش اندبوري معلم. يعني إذا بعتمد على البطولات وهي بعيش اندبوري. طب ما جربت تفوت بمجال التدريب انت صار عندك خبره كتير كبيره بالبطولات؟ اشتغلت بالتدريب بال 2020، بال 2020 اشتغلت بالتدريب، وال 2021 مع الساعات بشتغل بالتدريب كمان. صار عندي مردودين بالتدريب اونلاين او بالجيم. بالجيم اول طبعا. فتره بالجيم بس متعب، انا مو من النوع اللي مثل انت بتوقف 10 ساعات بالنادي بتطلع صار بتضل واقف ما بتتعب. انا اوقف ساعتين اهلك، انا من النوع بتعرفني لما احضر بنزل بالسعرات الحراريه كثير لانه جسمي ما له سريع الحرق. العالم بتفكر انه انا شايف اللي بجيبه انه لاني سريع، لا لاني بتعب كتير، لانه انا بنزل السعرات كتير وبعمل كارديو بشكل عالي كتير لحتى اجيب هاي النشافة اللي بجيبها ميشيل دعبول، النشافة اللي الكل اللي بيحكي فيها. طيب لحظة، هلا انا ما كنت بدي اقطش لك حديثك وانا اقطش، بس لا هون انت فتحت السيري. اكتر سؤال وصل سر التنشيف تبع ميشيل دعبول، واحد. تاني شيء، شو الكارديو بتفضله في عالم؟ هلا انا بعرف الجواب، بس في عالم بتفكرك انت بتقضي الصبح وظهر ومساء على ستير ماستر. انا بعمري ما عملت ستير ماستر، انا بعمري ما عملت ستير ماستر. العالم شو الكارديو المفضل عندك؟ تريدميل، ارتفاع 10 سرعة 5. فستوها كلها اجت من هاي الطريقة. ستير ماستر بعمري ما عملته. بعمري ما عملته. يعني وقتها باتريك اول ما اشتغلنا مع بعض قال لي اعمل ستير ماستر بعد التمرين لمدة 15 دقيقة، رجلي كشت. قلت له رجلي عم تكش، قلت له ما بيعطيني الستير ماستر. انا وقتها حتى هو صار يقول لي بلا الستير ماستر، اعمل الكارديو مثل ما انت عم تفضله مثل ما كنت عم تعمله. ضليت نفس الطريقة كل حياتي، بس بعمل تريدميل، جهاز المشي، ارتفاع 5 سرعة 10. حفظوا يا شباب حفظوها. هذا السر. طيب ثاني شيء حابب اعرف منك بس طريقه الاكل او الكارب اللي انت بتحبها، كارب سايكل، زيرو كارب، ولا كيف سر التنشيف هذا؟ كيف خليط من كل انواع عليك؟ انا اول ما بلش بدك تسمع لجسمك. انا اول ما بلش مثلا التحضير بعد ما اكون فايت اوف سيزون، فايت فتره التضخيم، بتكون الشهيه عندك اخف من بنص التحضير او باخر التحضير. بعد ما بيكون لك نفس تاكل كتير بأول تحضير مثلاً، أو بعد ما نخلص أوف سيزن بيكون نفسك على الأكل
بس بدك تخلص من الاكل ما بيكون قرفانه لانه اكل كثير، عرفت شلون؟ بقى انا بستغل هاي الفرصه باول ما بلش تحضيري اني نزل الكالوري كثير، لانه انا مالي نفس اكل، بقى بصير شبه بعمل زيرو كارب. بدايه تحضيري بشبه بعمل زيرو كارب، انا مالي نفس اكل، خلي شوي ترجع قابليتي. بقى بصير باكل مثلا الوجبه الاولى بيض لحاله بلا كارب، الوجبه الثانيه احيانا بس دجاج وسلطه، بعد التمرين مهم الكارب كثير باكل رز ودجاج مثلا، حتى الوجبه اللي بعد التمرين الوجبه الرابعه كمان بعتبرها مهمه كثير انه يكون فيها كارب، برجع بدخل فيها بطاطا، واخر وجبتين كمان بلا كارب. يعني انا تقريبا كاربي صفها بس بعد التمرين مباشره، والوجبه اللي بعد التمرين كمان، يعني وجبتين بس اللي فيهم كارب باول فتره التمرين. ما بدك ما بتفوت كارب كرمال اللود؟ انا لما بحس لما فوت كارب جسمي بتتعب الخمول، بفضل اني اروح على النادي بلا كارب. بعد التمرين بحس جسمي بحاجه كارب، هون بصير يعني بجوع شوي بقى بدخل الكارب. بقى بتلاقيني اول 3 4 اسابيع ماشي على هي الطريقه، اكل قليل بس بلش جسمي يجوع، العالم بتعمل في عالم بتعمل إعادة تغذية كل نهار، أنا لا، لما حس بالجوع فوت وجبة كارب. وجبة كارب بتكون عبارة عن 100 غرام رز قبل الطبخ، يعني بتكون بعد الطبخ تقريبا 250 غرام رز أو 300 حسب قديش بحط لها مي. بقى بصير مثلا لما حس إنه بلش الجوع يصيبني فوت وجبة كارب، حسيت حالي مالي جوعان بعد الوجبة خلاص. يعني بتسمع على جسمك؟ بسمع على جسمي اكثر، ما بتمشي ما في خطه 100% ماشي عليها جسمي. انا مثلا حسيته شبعان اوكي الوجبه اللي بعدها بلا كارب. انت بدك هذا شيء كثير مهم هذا، لانه في عالم انه بتحاول تحارب جسمه بيقول له مثلا تعبان ما تروح على الجيم. اهم شيء تسمع لجسمك. انا مثلا جسمي حسيت حالي جوعان، انا هلا محتاج الكارب، هلا محتاج الكارب، فوت الكارب. ما بدي بوصل انه من اول فتره جوع حالي، انا لسه باول 4 اسابيع من تحضيري جوع حالي كثير. بقى اول 4 اسابيع كثير بسمع لجسمي انه انا بخفف الكارب قد ما فيني قد ما فيني باول 4 اسابيع، بس حس حالي بلشت جوع بفوت الوجبه الكارب لما حس حالي جوعان. بس على الوجبه الخامسه جايتني والله جوعان كثير، انا فوت 100 غرام رز، حسيت حالي الجوع خف كثير، الوجبة اللي بعدها بلا كارب، لا ضليت جوعان كمان الوجبة اللي بعدها فيها كارب. يعني أنا عم بسمع لجسمي أكثر ما يكون اسمع لخطة، بس أول 4 أسابيع هيك بقضيها. حلو. لبين ما ترجع يعني الجوع يزيد، إني بدي أكل أكثر حس وقتها، هون بصير بلتزم بخطة معينة. بس ما فينا هاي الطريقة تمشي عليها كل التحضير، لأنه آخر 4 أسابيع 100% رح تضل جوعان. إجباري 100%، لو شو ما عملت رح تكون جوعان تعبان وهلكان ومالك حسنان تقوم من على التخت. هي آخر 4 أسابيع بيختلفوا عن أول 4 أسابيع من التحضير. أول 4 أسابيع بدك تسمع لجسمك أكثر ما تسمع للخطة. جسمك جوعان أوكي منفوت شوية كارب، جسمك ماله جوعان ما ضروري تفوت الكارب، الكارب رح يخليك تبطئ حرق الدهون. بقى إحنا بدنا نخفف قد ما بنحسن كمية الكارب أول 4 أسابيع. بعد 4 أسابيع مثلا بصير مثلا عندي الوجبة الأولى فيها كارب اللي هي الشوفان، كثير بحب وجبة الشوفان، هي تعتبر أطيب وجبة عندي. الوجبة الأولى مثلا بفوت فيها شوفان، الوجبة الثانية بتكون بلا كارب، الوجبة الثالثة اللي بعد التمرين فيها كارب، الوجبة الرابعة اللي فيها كارب، الوجبة الخامسة فيها كارب بشكل قليل، الوجبة الأخيرة ما فيها كارب. 6 وجبات بقضي بهدول هيك، بمشي على هي الخطة لفترة معينة. بس حسيت جسمي عم يضل يتجاوب، ضليت عم بنشف اوكي ضل ماشي على نفس الخطة، جسمي بلش يعلق مثلا وعلق وزني على 102، بسحب الوجبه الخامسه اللي فيها شويه كارب، بشيل الكارب منها، صفيت بس صفيت بلا كارب الوجبه الخامسه والسادسه والثانيه، يعني صفيت عم باكل الوجبه الثالثه، الوجبه الاولى والثالثه والرابعه اللي فيهم كارب. بعد فتره ونزل وزني ال 101، علق على ال 101 كمان، بخفف من الوجبه الرابعه الكارب للنص، اذا كان مثلا عم باكل 80 غرام رز صاروا 40 غرام رز. رجعت عبد نزيل هون مثلا حسيت عبجوع كتير، ممكن بدل ما اخفف الاكل زيد الكارديو. اذا عم بعمل مثلا 45 كارديو ساويه 60 دقيقه. بعد فتره انه حسيت لساتني جوعان كتير، برجع برفع الكارديو. الكارديو الصبح مثلا ساعه، قبل اخر وجبه بعمل 30 دقيقه، صاروا ساعة ونص. سجلوا يا شباب أسرار هذه ببلاش، أسرار ببلاش، يعني صاروا ساعة ونص. يعني أنا مثلا ما بدي ضل عم بنزل بالأكل، في بده يكون في توازن،
مرة عم ترفع الكارديو مرة عم تنزل الأكل، بس ما فينك كمان تنزل الكارب. يعني أنا في أحيانا بقضي 3 أيام بعمل فيهم زيرو كارب أوكي، بس الفترة الطويلة على الزيرو كارب حتروح فلات، حتبلش تخسر عضل، إنه جسمك بالنهاية بعد التمرين بخص نص بحاجة كربوهيدرات. هاي الفترة أنا بعتبر أهم فترة الواحد يستخدم فيها الكربوهيدرات اللي هي بعد التمرين. سريعة والبطيئة، الكربوهيدرات السريعة طبعا هي اللي هي أنا بعتمد اعتمادي الكامل على الرز، الرز الأبيض. بتفضل فيتارجو بعد التمرين؟ لا. أو لا قبل التمرين ولا بعد التمرين. الفيتارجو باخده بس بالأوف سيزن داخل التحضير، ما بقرب على شيء اسمه فيتارجو، ما بقرب على كربوهيدرات داخل التمرين، لأنه أنا بالنهاية هدفي إنه أقل كمية كربوهيدرات ممكنة ممكن جسمي يعيش عليها، ممكن قاوم واستحمل الجوع عليها بأقل كمية بهي البرحة اللي عم تحكي عنها. قادر الجسم يعمل عضلات؟ صعب صعب. يعني انت ممكن انت هدفك تحافظ على العضلات وتزيد النشافة، بناء العضلات غالبا بيكون بفترة الأوف سيزن. ممكن نبني عضلات لأنه احنا عم ناخذ مواد بالنهاية، ممكن نبني عضلات بس ما هالفرق الكبير كتير كتير. يعني مثلا ممكن يكون تحافظ وزنك يعلى على 100 كيلو بس عم تنشف، معناتها انت عم تحط شوية عضلات وعم بتضل على 100 كيلو وعم تنشف. بقى ممكن انه مثلا العضلات تزيد شوي بس ما هالفرق الكبير. العضلات اكثر شيء بتنبنى بالاوف سيزن، بالفتره اللي احنا عم ناكل كثير وبناخذ شويه مواد، بس الاعتماد الاكبر حيكون على الاكل. برايك انت هلا في كذا وجهه نظر، انه موضوع انه انت فيك تكون ولو مثلا نقول انت جسمك بده 3000 كالوري، اذا انت بتفوت يعني اذا انت عندك الكالوريز عم يفوت اكثر من الكالوري عم يطلع ولو 100 جرام، انت بحاله بنائيه، بحاله انابوليك 100%. انت صرت بالناقص صرت لا ما عاد عندك بناء. ايه بالناقص 200 مثلا، واذا عم ناخذ مواد ممكن نبني عضل، ممكن لانه في يعني في كثير قريب من الحرق ممكن نبني عضل. بس اذا انت مثلا الحرق عندك 3000 وانت عم تاخذ 2000 كثير صعب نبني عضل، كثير صعب. 2800 اوكي ممكن، بس ما العضل اللي رح نكون مبسوطين فيه. العضلة اللي حنكون مبسوطين فيه ده تكون 500 فوق الحرق تبعك. يعني الحرق تبعك 3500، ناكل 3500 لحتى تكون بالسيف سايد. بتصير مثلا عم تكون عم تزيد بالاسبوع كيلو، انا بحس انه افضل طريقة انه تكون عم تزيد بالاسبوع كيلو للكيلو ونص. اكثر من هيك عم تزيد دهون كثير، اقل من هيك سرعه البناء العضلية كثير بطيئة. يعني بدنا نكون عم نزيد بالهدفنا بالاوف سيزن نكون عم نزيد بالاسبوع اقل شيء كيلو او كيلو ونص، اكثر او اكثر شيء كليين. اكثر من كليين بالاسبوع كثير كثير. يعني في عالم بتقول لك انا الاسبوع الماضي وزني 100 هذا الاسبوع 105 تلحصتي زي يعني بنيت 5 كيلو عضل باسبوع. يعني بناء العضل كثير بطيء، مرحله كثير ممله بطيئه، بس بدنا نحن نبني اكبر كميه عضل باقل دهون ممكنه. بس مع هيك رح يكون في بناء عضل وبناء دهون بنفس الوقت. ما فينا نختار اوكي انا بس بدي ابني عضل، لا بدك تبني دهون وبدك تبني عضل، بس بدنا بابطأ كميه ممكنه انه نبني فيها دهون. والبناء العضل لانه بسرعته وحده، بناء العضل سرعته وحده. يعني اذا انت عم تاكل 5000 سعره حراريه ولا عم تاكل 3500 سعره حراريه، بناء العضل واحد.